باش رجع لها بلاتي هي راه ما جربتش يعني باش تكونوا فاهمين نادا ما جربتش وتلاقينا بانها ما حاملاش فاش ولات اللي شافت كلشي تقلب عليها خرجت وقالت حنا غير كنمثلو قالت انا طيحه طيحه غادي غادي نحاول نجر معايا كلشي ما انها غير كتكذب سمعيني انا نقول لك واحد يح وشي حاجه أو فهمتي دايره بخاطره وهانيه ماشي مشكل لدرجه ان حنا عمرنا ديزاكتيفينا لي كومونتير عمرنا ديزاكتيفينا لي كومونتير عمرنا ديزاكتيفينا الكونط علاش حيت ما فكرشناش العجينه ها اللي فكر شو عجينه كيمشي ديزاكتيفي لي كومونتير ديزاكتيفي الكونط يحط فيديو يمسحو حنا ما كنمسحوش وما كنخافوش واي لحظه كنديرو كنديرو بمصداقيه بلا ما اللي ما فيهش المصداقيه راه ديزاكتيفي الكونط راه كاين ديزاكتيفي لي كومونتير وبلا ما كان مقتنع بانه حنا خاصنا نسيناو ويسيناو وحنا كنتقبلوه اصلا ما غاديش تقولوا السلام علاش لاننا حنا عفويين ما درناش شي حاجه علاش يسينيالونا نادى راه بينتكم الدلائل بانها كانت ضحك عليها وطالعه فيها عود الادسنس هادشي راه صرحتي انت انا دابا لسانك قالسك كتهضري مع صاوب قالسك كتقولي لي الا ما طلعناش نسمع لكم الفوكال اصلا راه تنشر ماشي مشكل قانونيا ما نسمعش للسماع راه اصلا راه دير ضجه في السوشيال ميديا ماشي مشكل راه الهلال سميتك الصحفي اللي قال لي الصحفي اللي قال لي من بينشكم الفوكال ديالو وانا كنتحدى كندا تجبد لي فوكال واحد كنفضحك ولا شي حاجه فوكال واحد كنهضر من مورا ظهرك ما كاينش ايوا حتى دابا ماشي مشكل بلاتي المغاربه قبلت المغاربه الناس اللي كيقولوا باننا حنا كنمثلو ايوا فضحينا جيب لي شي فوكال فضحينا جيب لي شي فوكال ديال من الاول فضحي وانا كنقول لك فضحينا وشوي فينا المغاربه فاش تفكر بالبلوتوث